يسمث يسمثين سلم ربي في لوان مرحبا يسوان لا سلم انوان ارتد ويلت نوان فرصة رمضان الخير وانت خير ذو قوال ذي دعوة الخير قرن أخني فك ربي الخير وانت خير الخير يلها ويلها أكثر ما يذوم يلها ويلها أكثر ما يذوم إن شاء الله أخني فك ربي يفك مرة الخير وانت خير أكثني ضحى جيبا أسيق إذا سنقروا رمضان يفذا أسيقفا ولاش تصبح يثور نسايثة مديث ولاش يظهر نسايثة فجريث كل آت قريب أين كرد يسن يقرب قبل أيام ندعو ربي سبحانه وتعالى قال اللهم بلغنا رمضان ربي فكي يغزي العمر نبض رمضان الحمد لله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ونكون ثورة الحمد لله أقلا غنصوزهم ألا ماذا سنقروا ذي رمضان وثقيد النعمة علين غلين مبلا شك أي غر أتصقم ذن حجيبة سيري منك ذي نكمل وقوى رمضان ليس الفرحة يعني الفنة آه. آه يعني وين تصاد أمك حين الله عرم ذي بك 30 أما ذا بيك 30 أما كن يحس باللي يتحلفو ثن كمال النعمة يعني يوفقي ربي يوفقا ربي باش أنظم أكو قوى رمضان الزيولة ذي النعمة يجي باش أنحأني لي من الشاكرين وربي ذي القرآن ندوى لإن شكرتم لأزيدنكم نعمة ثيض في قاذ يهلشن لقد فرحا السا أي غر خطر أمني ثنيا مياض ذا سمكتي كان ولا قارد حزنا ولا قارد ثني غاض الحال ذا سيني وليس كوروزا مغارة ولكن مدام سعن العذر ذي موضان وكذا كي سعن العذر كان رمضان فذانت صدقا في اللاس أما سعدن سن أذي قبل ربي فلسن أمنيثني أميقاذ يوزامن وإلا قرى ذرن ولا ونسن ذي الطرف نغاد حزن أثني غاد الحال أزكى إن شاء الله ذي العيد إن شاء يوم الجائزة أني ليكس وقاذ يعني أري ربحان الجائزة يجي ربي سبحانه إن شاء الله ذا غاد نمشي وقاذ يموثن أتصب وقاذ يميفك ربي ثغزي العمر وزامن والسني مزورة رمضان ولكن ورحذرنا الخاتمة ورحذرنا رأى غير ثيارة لأنه قد يموثني ظلي لأنه قد يموثنا السا لأنه قد يموثن واحد ثلاثة أيام أربع أيام هذا لأنه قد يموثنا السا الموث قرب أكبر مدن ثاقي باش كديني غو قد يموثنا في اللسنية عفو ربي أثنين رحمة ربي إي مولانا سنديزنا ربي الصفر بلا شكل مدن ما ريسوع كالجنازة ذقو سنة قال رمضان سيري من السنين لو كان كان يكمل رمضان يحضر العيد ولكن هذا السنين لجل فوس ربي سبحانه وتعالى ولكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل يوم مثل جلس ثمسلة النظام أنه الجرح والزنتسة أكني قريح أكني قس على جر أكني قريح إقس على جر ويموت سبب فاس ويموت سيماس وميس وذيليس كل يوم ويسي موثن مرحبا استكشار ربي ولكن ثورا أمش أنر ذي سوزر سنغ الخير ونتخير إذا زوار دينين فغدك وسي المدرسة يقين رمضان ما يكتب ربي غير جال ربي وكسي الناجحين إن شاء الله إلا قد نكمل ما كان ما بعد رمضان باش الخير وإلا قرن غادي يحبس يسوزر سنغ لكي لا ينقطع الخير في حياتنا ربي سبحانه يهضرت في المسارعة
التنافس في التنافس وسيسارعون في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لسورة في ذلك فليتنافس المتنافسون لسورة آل عمران كان في الآية 114 الآية 133 الآية 134 في سورة الأنبياء الآية 89 يعني يتصل الآيات عند دين ربي سبحانه ما هضرت في المسارعة سارعوا إلى مغفرة يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات كما في سورة البقرة فاستبقوا الخيرات كما في سورة المائدة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني باش أن تيثم زلت غل خير وذا من بعد رمضان أوها ربي الخير وانتخير أما الطاعات وكذا العبادات يعني ومن فكا غزال ذا من قرآن ذي رمضان تظليث القيام يقول لك هذه غاب في تذر سنغ ألم ماذا رمضان يدي سدون يلها خطر لنوي يضحى جيب الله يبارك أما رمضان مستنوي وحب سنارة الله يبارك في كاسنا ربي العزيمة ما شاء الله ولكن لنوي يض ولا شك القيام ركعتين ولا شيء سنت كل شيء مناسب المناسبات ألم ماذا قافل ذا القيام ولاش القيام ولا صلاة للبد من قد يحفظوا لكم في الشويط باش الخير قين القيام وليت غبار في درتيس نصفه ولا ثلثه اين كان ميزمر اين ميزمر ذا رمضان السجدان قالوا ازكى العيد ان شاء الله ازكى العيد ان شاء الله تعالى ولكن ذا والسنوية ضيق لها ذا رمضان الان ثنيا الصفرين السيام الشوال الاثنين ذي الخميس ثلا عرفات ثلا عاشور ثلا ايام البيض يعني يلا الخير باش بنادم ما يغاف ذيك يونوس اذي يحضر ذيك وايض ما يلا ثلا الفرصة و تيستغلالا تيفرصارا اذي فارس الفرصة النظام ثلاثة ذي ولتي سميس فارس رمضان ثلاثة كديني فارس الثوذرث نعم ما يبارك ربي ميفارك ربي ذيك ما حجيبة ادنيني فارس الثوذرث أماكن فرص رمضان ترى وها ربي أن فارس توذرث النغ ذا غتفر بفوس إن شاء الله غ الخير ذا غ إلى الخير وايض ذا ولا قرنغ في الفلاس مدنيني المساعدة تجليلني مغفان تقول قرق رمضان الخير أربح الله يبارك لنا تصي جليلا يدي هضرن في الفرحان سن إنه يشغ ديك تشمل خير سيم كل مكان يرنا نقاذ قبل رمضان نقعد خطر سنقار ذا رمضان الغاشي حوجنا مصروف نهلاش يجي يروين دوني ثاني يلا وكذا ذا شغل ما كين وسعينا رسير ذا مقران إنيش ولكن غاسي يلا وطنقي غاسي تصقم ذا خصا ميم ذي تذرين ثنسن ولكن ربي سبحانه يوفق المحسنين النين ميفك ربي الخير فكانتي الليلة سواطاس يعوم الخير في اللسن إن شاء الله هور يتغبنو الليل إن شاء الله أما ذي رمضان أما ذي العيد أما ذي مكولاس ولكن دغاوها ربي الخير قد يكمل وليتشدو يركان غير رمضان إلا قد ذي الخير ونتي خير المساعدة ثقيق أما غي مغفان أما غي فجال أما غي وجيل أما غي مغفان أما إن شاء الله أوري يجزم الخير في ذر ثنخ ذواقي قلقا نحزب إن شاء الله هذا سنيني يا رغض ربي الحمد لله ما يغطف في قضنو زاما قول رمضان حتى دكتور بويزنك المعاملة ذغني لقا نقيمة كذير رمضان كل يوم تربي النفسي ناسي تحذري من يزبر كذير غلط بعد شهر رمضان لقى النوغة لكن نقطة البداية رقي مثني قفرذان أم النوغ أغنزو العباد أيضا من بلا شك يعني كل خير قل لنا كثير ذي رمضان إن شاء الله ذوينا ريذو من ذغان ميد ميخل فغنزو ثورثة تسد العواشر هاث ولاش الوقت ذي أندان أولون رقيقيث أم العواشر ترقيق أولون إن شاء الله ماذا بك أن استغل يكون فرصة السنقي عزيزا وسنقي العيد باش بندم ذي زيز دي يماني سيارس ربي يارس ذوي قاد يقم خاصام إلى قادم صالحا وخيروهما الذي يبدأ بالسلام
أما السعد بوين ري زوير نتسا غي الخير ذي نتسا ري زوير نغي الخير ذي نقلها نسواطاس أي غار خاطر ما يخدمك إن شاء الله ينال الأجر الوفير عند ربي سبحانه عز وجل إن شاء الله يكون خير إن نلمذ إن حفظ قوقو رمضان الذوين ريذو من ذي فذرة النغ أي ثمثنا في استماثينا غير طفر بفوس يتسجد الحزن وقور رمضان ما يروح يعني حزن الأولى وإن شاء لكن الحمد لله الخير غير ربي سبحانه ذوين ذومن أنسعو كان النية يقرزن وربي سبحانه ذن سراغي وفقاً باش أنفرص ثوذر النغ من بعد من فرص رمضان وإن شاء الله ذي قبل ربي في اللون في اللنغ أمين وقذي مثند في اللسنية فو ربي إموضان أما ذي خامن أما ذي سفيد ثلاثة ثنيش فو ربي إغريفن النغ ذي الغرفة قرحت الغرفة ذي العواشر قرحت أكثر سوطنقي يدير زنفس خلقيث قطر يونوري زميرة دياس ولا ذي حريك ولا ذي زريمة ولا نولا ولكن ربي ذي زن صبر إن شاء الله شاد قرين وسن يلهان أذي رحم ربي ثي مزورة يسعد فين قرى كيفاك ربي دكتور سعيد بويزرية 023-70-90-90 الشيخ خدنا الذي تزورة فستخصي كينيا مسافري داسي زيرالدا يدي قارن باللي سعي مسار غورس تموضين تسع الكولوم بعد تحس على الإثم كم يستني مس رمضان أنا عم فريدة وسيظهر لثم يعني دليل ثانو للطبيب وكذا شو استني هذا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أموضين يحوج ورثي عيون ذر ذي الرأي يحوج في حاجبة سبوا نغاش حاجبة شورا صافي يعني تهافين رمضان يسعى لهيفا مادام شميني ثني ضس اتش خطرت ولا ضي ضرت الهلاكيس أعطيكم الصحة إمي السنيض ذلا جري السيض ماشي الدنوفي السيض ثعون تصري الدليل أنه إمي فتركني ثغال تحسنت يعني تحسن حالها ثغال يعني ثغال تزمرثيس ما شاء الله وهذا هو المطلوب ويرن طبيبي وكذ ناس يلها إمي فترض شمول السيض الدنوفة والتما السيض الدنوف في السناث إن شاء الله السيض الأجر خطر ثعون تصري في ثلاثة يمام مي قعدنا سنة مي كفار رمضان بعد العيد أتخثير أسي فغا تغرم 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 يونواس ذايا تشي يونواس تغرم يونواس تشي يومين تغرم يومين أتغرم أين كني أتسركن أين تشا وميلو تزميرا مثلا ميلو تزميرا ياكو يعني ذاي ناس تزميرا ذينا أتفذو كان يونواس تصدق في اللاس يعني أستني ستشا أتنتفذو خاطر يا إما الصيام يا إما الإطعام هذا أسقسين سويسين تنيش يطرح أسل عدام بعد ثوالة ذكا واحدة نعم شورا رحسبة كمدة ميك مسقصة 53 سنة وثغاف لمدة سنة كاملة سقواسيك يعني كم دوسر العدام المعنى سيد دوسنا كجي وجد دم وعلة وفساد دم استحاضة يعني والسنس الزامض ساد الحق والسنس عوذارة والسنة اللي طاشق ثنيض كم 53 سنة انقطع عنك الحيض يعني العادة الشهرية غاف لما سقواس صافي اين توضيك اللي طاشق ثقين الاستحاضة رمضان إصحى والسعى وذارة أذي قبل ربي في اللهم ولتكم أعطيك الصحة ما إلا نسى صالحاتنا يكين كينا الشيخ أذكر ديلي على الفجر مقارنة الشيخي اللي سيبك 20 سنة سوامان تعطش شورا صالحة بنتك اللي عندها 28 سنة ونظت الأذن الثاني سمعت شورا صالحة نسي اللي مكسغ في الولم يعني لخطر شورا قنظري في الحاجة مهمة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أن دوار الحلمي لا يوني سعادية انتهاك حرمة رمضان يعني كان بلا السبة فاذننا الشياضني مقار مليح أي غير قرنك الشياضني أمزوري السفقاع
يغري السفقة خطر يمرني قدام يشاض لو كان ثلاثة يستسيد فاذ في أربعة تمديث في خمسة تمديث السيني مازال ساعتين ثلاثة سوا يعني إما إلا ذي الفجر كان ذكرت فادي مانيس ثفوز الشقيقة رضي الله أكبر ناد نشفت ماردي نشفت يعني في وضع طشانة مليح ثفوذ مليح تقضي يوما واحدا فقط وذمتها بريئة أمام الله إن شاء الله هكا صالحة وما تتشزع ما كني دعني ند شيخ الله أكبر صلاة أخي من النوم أمي كانت أخي من الحاجة نيدن أتشيدة قد تذكر خطر شو رمي ليون ليستس السلام الأذان يتوقف إما في الماء ولا في المكلة يتوقف هذا هو الأصل إذا كما توقفش لازم يقضي يوم واحد أما بالنسبة للبنت نتاع الأخت صالحة راهي تقول باللي هي عطشانة ونشفت عندها مشكلة ضيق التنفس وزيد عندها مشكلة ضيق التنفس كي نجمعوا ثلاث عوامل هذون والعامل الرابع أنها هي أصلا ما عندها لا تملك نية انتهاك حرمة رمضان ولكن الخلعة هذه نتاع العطش خلاها باش تشرب الماء وتوقفت وأمسكت ما أمسكت لم تكمل ما فما كذاش حاجة أخرى من بعد فهذا الذي يجب في حقها هو الصيام يوم واحد قضاء يوم واحد فقط تغرم نهار واحد والسلام هذا ما كان مع النصيحة لنا جميعا أن نأخذ الاحتياطات يعني ناخذ الاحتياطات واحد كينو 10 دقائق 4 ساعة قبل الأذان الثاني الله يباري يقدر خاصة الماء لأنه الإنسان ممكن يعني يصبر بسهولة مع الماكلة وكذا لكن الماء الماء صعب يعني يحمل حال يعني شحال مرة تحكمنا هكا خاصة نحن يعني نخدمو باللسان كثير ونتكلموا وكذا من قناة إلى قناة استقبالات استقبالات نتاع الناس في كل وقت وكذا قدر ربي إن شاء الله يعني واحد كيستقبل 50-60 واحد في نهار والله ليس بالأمر الهين يعني بصراحة أحيانا نلقى روحي العشية خلاص كما قالت صالحة نشفت يعني ولكن ما نشربش طبعا لأنه ولكن فعلا يعني الله غالب يعني ولكن نسأل الله القبول درك هي لقات روحها في هذه الحال وعطشانة جدا ونشفت وشربت بلا نية انتهاك لحرمة رمضان تقضي يوما واحدا وهذا يجزي إن شاء الله تعالى وربي سبحانه رحمته واسعة هذه قبل ربي صالحة إن شاء الله تشوف قربي باش مقعد رمضان صغر ميون واسعة إن شاء الله وندرض في سيدة ليلى قلنق لندن نيك فرح ميس انتظار إذا كذي الغربة مساكين نيك نشقعد الفطرة على الزاير والله يا حجيبا مديني الحقيقة على الأخت ليلى ولنعطيها الصحة ميد الساول إذاعة البهجة نكون ثقيل الوجف النغ والتما خطري غير وكنت سويرا غريفا الغرفة الغرفة قريحث الغرفة الساعة الوحشة الغرفة الساعة ولا ذي الخوف خطر خاصة ذي الوقت ذي سيثيرا كذ وطنا يقلن ذي تخلقي ثمرة مي بالخوف يلا حجيبا هذا سنين لو كانوا وقت مساثا لو كانوا وقت هالي كانوا نزميرا كانوا يفغوي الله وين إلا ذي ثمورثيس كانوا يفغوي فعاد ذي قرب ذي الجنازة نحضر ذي الأهلي كذا نزرى موضي كذا ولكن المغترب نقول ذي الغرفة يعني يتسيذيرا كل الخوفاقي الوحشاقي وكن فتسويرا إن شاء الله يكون يحرز ربي بعض ربي في اللون البلا وكوني هني ربي هني وكي مولان وانا كوين تسعام يبارك ربي إن شاء ذي الإيمان وان ذي الدريان وان ذي الزمرثن وان ذي الأرزقن وان وإن شاء الله أكون ذي ربي غير ثمورث إن شاء الله بخير وعلى خير وكون فتسوي رس دعوة الخير إن شاء الله ذي مكل لوان ماذا استقصي إذن يضب اللي أتجمع زكاة الفطر أتيد السفغة من الفضراني أتيد الشقعة غير ثمورث أولا زكاة الفطر من العبادات القابلة للإنابة والتفويض والتوكيل يعني الزمر ذي وكل وايض تجمع عمد تشقع عمد قفل العيد يجلي لنا نداقين تمور في الجزائر زكاة نون الصحة
الفضران وين السفر من الصحة يجوز أذي قبل ربي إن شاء الله في اللوان وكن يفك ربي البركة ذي الأرزاق ياسمينة تمزور مدياوي ربي شفا مدي يفك ربي شفا غماري ما ماري موضان مرة لهلاش يقين الأعصاب ولا ننسان لهلاش مقارن ماشي ذاين خفيفا يسعو الإنسان يسعو الفشل العام ورزني رارا الدورة على ماذا الأيدينا ربي سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وربي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وربي ناد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وربي ناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وربي ناد وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني شحال الآيات شحال الأحاديث ننفي صلى الله عليه وسلم يغي توصين يغي توليهن غليسر ليسر ليسر أكا سكوسا عدنا توزام ضراء صدق الفلس سكوسا توزامض ولكن تشي ضرب عيام إمي تروح ضر طبيب وكذا دواء إن أيام ملقى أتشاد أتشاد خطر السيارة دواء وكذا ثورة سنرد شمسيمين باللي وعرف الله رمضان لعبد ما يوضى دينا ولا قصة بدور سيزميرا لا المعنى يسو سيزميرا لا وربو ثيك الفريق ثانت زمرتيس خطر لخنز رئيس مثلا في السماثين ما يليون يوزام سبان رمضان النيل لهلاكي سذيوغال أذي زيد يعني حينما يصوم المريض ويزداد مرضه هنا توقف لازم يكون توقف خطر الشرع دي قاري لقد سحر زمث زمرثن ون وري زرن ثمسل تقذي زاد الهلاك سينة زرن يا إما ذو الطبيب الطبيب هو الخبير في أمر الصحة ربي نفسأل به خبيرة الإنسان إذا مسناو ذي الزمر أم ديني نغذيني موظين إلا أتفترض إزرى اللي زي في سيكوندير إنسان إزرى الآثار الجانبية يلا إنسان الآثار حاجي بوتسفن ثلاثم ثم أدفن أنتم بعد من يقدر هذا هو الطبيب سيزان يلا ويسين هو ذي الإنسان غير قرن قوال أمذان الطبيب جيمانيس أحسي كوالي ونزر إيمانيس يزري بالإيماني سوري الزمير أرى لا يستطيع صفي والزميضر والزميضر يزمر في ندم ثوران والسنقي ما إلا ثفغضة ثنترض ما الزمر ذا ذو قسن الشتوى أكني خير أيردني قسن الشتوى خطر يضغو الزيف أسو الزيل يضغو الزيف أسو الزيل في الخمسة وشوية يدن المغرب المعنى يس الشتوى في السوسيد خفيفيث لاني موضان غر من السن السن سنتسرن دي الشتوى ما الزمر دي وكا الله يبارك أكني خير والسن يستشيض سنترض دي الشتوى ويرنا ماشي دايما إذا ما تصوم ضيون واسس قم 3 أيام 4 أيام 5 أيام تصوم ضارة لأنه قد يغار من الحاجبة الاثنين دي الخميس من جهة ثاني يبوي يغار مستانيس من جهة نظن يبوي لاجر مادام يختار الاثنين وكذا الخميس يقسعان الفضل ذا القرآن ذي رمضان السيام نسن ما إلا ولا يكا مورث الزمير ضارة ورث الزمير على الصورين من الجسدين مور يزمير على لا يكلف الله نفسا إلا وسعى أفذو والسنة قيس تشيض قدمي الفيديا والله غفور رحيم نسامين الفيديا غامي الفيديا أتسفض يا إما 50 دينار مكولاس في ونواس تفكضي الليل يا إما 5000 يا إما 100 دينار يعني 10000 يا إما أكثر على حسب تزمرتي أكني صفر حضيه لنا كم صفر حربي ولكن 50 دينار 5000 تجزئ وتبرؤ بها الذمة
خاطر دي قراي والمحسوب اش تخدم 50 دينار لا اش تسك 50 دينار ولا ديك 50 دينار مثلا زاد نغرس ادفع نغرس ماشي كان ازما 1000 دينار 2000 3000 هكا خاطر كون يسال العباده كي غاس سي سام شطوح سي الافراد ولكن سوا سام قران سي الجماعه نعم هذا يرنا الشرع ولي فغار يكلفك خير تزمرت يهضر في الحد الادنى لو مينيموم الحد الادنى ما الا يزقد بنادم زياده الخير صافي اكل الفديه وما السفوس قبل الله يبارك عند هضرت مثلا في في العام اللي عدانا كذا في السنه كي هو كا ولا ميكمينا ميمياض إذا ما تيسوفر ميك في دار فينا ميك في دار رمضان نغيس المس رمضان نغذي سيارة رمضان نغم بعد رمضان أتقيم الفيديا يقول ما ينوري سارة ثورة دي السوفر الفيديا إزا إسا الحق تيسوفر من بعد رمضان والأمر كي جائز وذي قبل ربي إن شاء الله وإن شاء الله ياسمين هذا شميني إن شاء الله كي مفقى رب ولا ذي شميني يفكى ربي الخير وانت خير إن شاء الله يفكى ربي شفا ومي يفكى ربي تزمرت نتزمرت ان شاء الله نحفظ انتك في لاكتاك الشيخ بويزر نحفظيت في مغار نزيك والدعاء سوى زاليس خطر ثزمر ثزمور تتاكد الزيت تتاكد الصغار الساعة الثبات تجهد ولما يهوز زيت صواضون ويسيق العارة زيتيس ذي الدواء زيتيس ذي الشفاء زيتيس ذي القوت زيتيس ذي الخير ذام قران صافي يعني تجهد سقابل ذفل سقابل ذفلاون صميض افو ولا ما يهوز يتواضو وتيق العراق قرنك ولاش تاشي طور يهوز واضو زيني مي نحفظ في اللاسن ان شاء الله نكون اذا تذن جوياض ان شاء الله اكون يفكى ربي سازمرث نتزمورث ان شاء الله نزمر ذي عالي تفضي سيد تراجو يا عالي الله يبارك يا سيدي إن شاء الله يكدي فيك ربي شفا عالي يفكي شفا وكي موضان مرة قوى أسمانة قيسا نقارو سهل خلض ستشيض والحمد لله ثقيد مكتوب ربي لوين تفضي يوزم سمانة مزور ثم بعد يتشي وكل باقي لوين يوزمكم بعد يفصل سمانة والشوال قيد الشوال ربي مرحبا استكشي ربي شين ثورا غيما ما تغرمض إذا كان المرض نتاعك مما يرجى برؤه وشفاؤه أذن يقضى من المي بعد رمضان إن شاء الله ربي قال فعدة من أيام أخر المعنى يس كي تبرى مليح تلقى روحك لازم مرتاح الله يبارك غرم هذيك الأيام اللي فطرت فيها السمانة هذيك أما إذا كان المرض نتاعك لا يرجى برؤه والعبرة بالغالب ثم تتصدق تفديها وخلاص يا إما الصيام يا إما الفدية لإطعام هذا ما كان صافي الأمراجي كل يوم يزاري ماني استغلت زار الطبيب فورا ما يلغ لهلاش أكيد لنهلش ياكل لهلاش عادي لهلاش بنادم هذي شهر رمضان عادي مي قعد رمضان أثير أمين في سفر ما إلى ولين في 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 مرض وين هكذا يوم صغير صلفيس الخدمة ثم قرص مليح ورسيز ميرا مي كذا يخدم توار ذي الفور ويخدم كل مشي الخدمة يس يعني الخدمة وعرن بعد مي قعد رمضان أموضني مي حلا هذا ذي غير مستنني ولكن ما إلى لهريك إني لهريك وعرن لا يرجى برؤه ذي نخطي ذي ناس فضل كان ذي كان ما ودي ورب يشفى إن شاء الله نغلى وستقسم بس الجامل تفضل سي جمال دم النفاس زما ذي قيمة 40 يوم زما ذي ظل ما 60 يوم كأقصى حد بعد 60 يوم يعتبر دم وعلة وفساد ثم تتزوم عادي يعني كل الأحكام الشرعية تعود كما كانت نصيرة سيدة نصيرة تنك ساعة قشيش في 15 سنة لقشيش 13 سنة بغا انا على سفر تنسى غير في زيت زوار الناس اللي مثلا سوامن اه نعم ان شاء الله الناس وين الناس صدور هذا الشيء اللي كان يخرجوا يمكن يعني اطلع قامت الله يبارك فيك ما حظ ربي وكنا حظ ربي قبل تجاوب والله على السفر حي حجي بمي درنا ولي كان سفر حي سين الامور لا مرام زوارو سهقال فطور اتاوي ارثمورث يعني ارثم غارثيس وكذا هذه ما فيرك يا ربي الله هذه نصفرح نسواطاس في سليس مرث خم مكة
استيني ثمارتي ساسايكو سبايرا أقل يدر زغف اللام أكا حاجيبا أدر زغف اللام سداوي الفطور والله عرفنين يعني ما شاء الله أصيلة كنخا أصيلة ومبلش كاتصك مي عندنا نصيرا وقدر ميسلي سمعوا لك إن شاء الله هي عنده فيك اليوم باش كل عروسة تفرح جوزتها أسيدي تطيب لها وتدي لها قال والله غير هاجي حاجة تفرح هذا إيه. لماذا لأنه في غابت غابت يعني غابت هذه يعني الأمور لطيفة يعني. جدا لطيفة جدا عروسة تقول لعجوزتها اليوم يعني نفطرك ما يعني ما تكونش معها تكون وحدها وكذا ولكن كي يجي العواش راه كذا حاجه مليحه يعني تنتقل يعني من كما قالوا من ولايه الى ولايه من ولايه الى ولايه وان شاء الله كيما نوصيو ثاني ذا نوصيو العجائز نقولوا حنوا على عرايسكم اتهلاو في الكنايه اتهلاو اتهلاو فيهم اسيدي فرحوهم ربي يفرحكم يعملوهم على اساس بناتهم والله غير اي عجوزه تفرح عروستها ان شاء الله ندعي لها في ظل الغيب يعني هذا وعد بيني وبين ربي ان شاء الله دكتور بويزه يلا وذا كذلك العرايس اللي يفرحوا ثاني العجائز ان شاء الله ان شاء الله والله غير ماذا بك كل واحد يفرح الاخر يعني في الحقيقه واش ربحنا من الدنيا هذه العمر قصير جدا والله العمر قصير ولو طالت الاعمار فهي قصيره دونيس وزيرت ولا ما غزفت قبل يعني كمان الحقد عبد اللطيف الشيخ هي عبد اللطيف الزيرديس اخبار قبل عبد اللطيف في تاجو اكشي شي 14 سنه في صنا دفا شي مشطح يعني شي يوزم بعد كره صباح شي يرد شي طوح يس في العاره يعني جوز نغثير لا سور ما مدام يرد يس في العيث منك يس في العيث سور يرالا مدام يس في العيث الى قثير اي سوف هذا الشيء طوح يعني واحد كي تقيا نقولها باللغتين واحد كي تقيا هذاك القيء وصل لفمه ذاقوا بلسانه إذا كان خرجوا صيامه صحيح ما يعودوش إذا كان رجعوا الداخل يعني بلعوا خلاص لازم يقضي هذاك النهار فلس 14 سنة يعني ذي عدي فلس الحكم ولو لأنه هو بلغ سن التكليف يعني مليح نعلموه باللي أنك تصوم لأنه 14 سنة الله يبارك صام كل شهر خاطر كاين اللي عنده 14 سنه ومازال ضعيف وما قدرش يصوم هذو نقول لهم لا لا خليه يصوم واش يقدر اما اذا كان عنده 14 سنه والله يبارك وفقه الله باش يصوم شهر كامل وغير نهار اللي صرا له هذه تقيا نقولوا له زيد كمل انت صاحب عزيمه خير ان شاء الله ولو كان الشتاء يعني مازال العام طويل الله يبارك هكذا صافيون ما الا يراد يراني ما يسوفغي سنيد بظن سيميس ساقموشي سي سوفغي سنيد ديت قريثن وين رمضان سي صحه وسي ساعه وثاره وسي سراره ولكن ما الا يسفي العيث ذينا الى في غرم الى قثير يعطيك الصحه فدوال النصيره بعد ما ذكرنا الفرحه الاولى اللي هي الفطور هذا اللي يديروا لعجوزتها والحاجة الثانية باش تديهم يعيدوا مع بعض مهمة جدا هي أرملة إن شاء الله هذه هدية تهديها لزوجك المرحوم إن شاء الله يفرح في الجنة إن شاء الله سلام. بارك الله فيك وربي فرحك أما بالنسبة لذراري قل لهم شحال ما زال دروك المغرب مازال من 8 غير 4 كنا الله يبارك صبرت قل لهم دروك إذا كان قدرتوا تصبروا ذلك أحسن مادام صمتوا يلا مما الجده نتاعكم تفرح يعني الله يبارك يا سعدها حفادها جاو صايمين ما شاء الله الله يسلم اما اذا كان يا نصيره اذا كان ما قدروش عندهم الحق والايه اللي جابوها لك عندهم الحق الايه 185 من سوره البقره ثم زور السي عبد اللطيف شيف كربي الجهد نزمورث اين كتخدمض ذي الشرع اين كتخدمض ذي الشرع تزامض المي مازال 10 دقائق المغرب يغليك السكر اتفطر والحمد لله ما تفطرض خاطر ولا قرف ندم اذا غادا كين سي الشده السيني مازال ولا مازال جوج دقائق لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالزمرث لمنه الصحه امانه في بين ايدينا والشريعه واقعيه شريعتنا واقعيه بمعنى كما أمرتنا بالعزيمة أمرتنا بالرخصة والنبي صلى الله عليه وسلم يناد إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الإنسان يكون واقعي كواقعية الشريعة تزامض مازال 10 دقائق يغلي سكر في شهر رمضان أكيد لقى أسخذ مضاتك الصحة
ثورة مي قاعد دار رمضان ذي لهنا استزمرتيك أصغر مض سين وسان يعني ذمتك مشغولة بيومين فقط بقضاء يومين هذا مكان ومشي شرط متتابعين ممكن تصوم الاثنين وبعدين الخميس أو فريتها وخي الوقت اللي ساعدك وربي يتقبل إن شاء الله شبايك ربي دكتور سعيد بويزرين أختم الشتي أعطيكم الصحة مزور ذمين الحج ما بيبارك ربي في المرافقة يجي الطيبة لكن أكيد نساعد وكيد ونجي بارك الله في الله يجزيك خير أما سهيلات يحرز ربي سيفك ربي الخير وانت خير أما خالي التي حرز ربي إن شاء الله توفق ربي وكفين يخدم أما كذي قداشين ذي خدام ذي راديو ذي الإذاعة من البهجة أما ذو كذي تبعا أما ذا راديو البهجة أما ذا راديو إذا كنت مرسل الجزائر ذاكو اللي فيك ربي الخير وانت خير إذا قال إن شاء الله نستثر ذي ربي سبحانه باش ذي يعفو وقذ يموت نتفل سن يعفو ربي أثنى رحمة ربي صرح ميسي وسعى أثنى رزق ربي الجن ثاليا وقذ ميث الزاثة الساني مولان إن شاء الله سنديزنا ربي صبر أكن دي يقدر الأقدار سنديزنا ربي صبر إموضان ثني شفو ربي من كل بلاء إن شاء الله يغريف أثني حرز ربي وسني فكر بالخير وانت خير وثن دي ربي إن شاء الله ثمورث نسن سيمولا نسن إن شاء الله سالمين غانمين وكن وكن مثل لما يثمثن في السمثل وكن يفكر ربي السر ذلي سر وكن يفكر ربي سلف السر إن شاء الله وكن يفكر ربي الخير وانت خير أين تفغى ميقضى أين تقوذ ميقضى أذي قبل ربي إن شاء الله رمضان ناغ القيام ناغ وكل عبادة وكن خمانتي قبل ربي إن شاء الله وذي جاء الله ربي العيذة مرفوح إن شاء الله العيذة نون ثم رفوح عيدكم مبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله دوينر ديوغالن لفذا فلانا مرة في الأمة سين سنث مرة في خلقية مرة سل خير سل هنا سلويث نجاون ثلويث أرثي من الليث سلام ربي في اللون.